Hello guys, welcome back to my channel. إذا أنتوا جديدين هنا لا تنسون تسوون سبسكرايب جوا وتومز اب إذا راح تحبون هذا الفيديو. اليوم أنا وعلي اثنيناتنا قاعدين بطالة بالبيت ماكو أي شيء، فحبينا نروح نجيب كرافش لأن بعدها المطاعم مفتوحة، فرحنا سوينا بيك أب وإجينا. Good. نوصي هسه كرافش. I know, just gonna place an order. What can I get for y'all? A shot. Can we get the 5 pounds? محل مسدود فحاطين كل شيء برا. Two. Garlic butter. Anything else for y'all? That'll be it. So, can I get a name for the order? Ali. A-L-I. And if y'all want to go ahead and park, we'll bring it out to you since it's ready. Thank you. Thank you. خلصنا توصية. طبعا المطعم حاطي كلية برا. منانة. Curbside pickup. منانة نسوي pickup مالتنا. باع السيارة مع السيارات كليتها توصي برا ويوقفوا. جوان صراحة لا انا اصور نفسي علي ما يقبل يصورني سو اشوفكم بالبيت. شو تريد تاكل وياه؟ لا انا ما اريد، دقيقة خلي اروح اغسل ايدي. اهم شيء الشفيات. علي انا اريد اقعد على هاي الجهة، هاي جهتي احلى. هاي جهه مالتي احلى. عمي انا دائما اقعد هنا انا من اكل بعد شنو كيف الهيت جايز. والله جهه وجهي من هناك احلى، ما يقبل نبدل اماكن. انا وجهه وجهي احلى احلى. صدق؟ هذا السنة اقعد. لا 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 اقعد هنا ما تبين الصف كلش بعيد. لا عادي. خلي البس الشفوف اول باك شفياتك. طبعا طلبنا من عندهم شفوف لان مخلصين شفوف وما عندنا شفوف فجبنا شفوف. امسح هذا. تروح تبدل يا ما تريد توصل؟ تعالوا نفتح نشوف شنو جبنا. طبعا انا هاي راح تكون ثاني مره بحياتي كلها اكل كرافش، تخيلوا؟ مع انه احنا بتكساس وفتشي كلش مشهور هنا، يعني انه اتس ساذرن فود يو نو، بس يعني بالمناطق الجنوبيه مال امريكا يعني ساوث. علي طبعا كليته ذا ينقب بس يلا ما يخاف علي ينظف النيس. خلي افتح. طبعا عندنا هنا بوتيتوز حاطين وذره هنا، هذا اللي بده ينقط شنو بيه. اوكي هذا بالبصل الانيونز وحاطين المشرومز، وهنا عندنا حاطين واو اوكي حاطين البهارات، هاي حاطين الزبد هنا حاطين البهارات. البهارات اسمها كيجن، حاطين هاي البهارات اسمها كيجن. اوه اكل بحري هذا، اللي ما يحب الاكل البحري لا ياكل. طبعا مع انه مشهور كلش وايد بالدول العربيه صح لو لا؟ ماني كوما اشوفهم ياكلون كرافش. طبعا هذا اكل لازم تلبسون وياه جلوفز لان ما تخيلون ايش راح يصير. وعد صغير كله صغار صح؟ يب. اوكي طبعا جايز ما تعرفون شنو صار ويانا الصبح، بدنا نطلع انا وعلي بدنا نشتري قهوه لان كل يوم الصبح انا وعلي نطلع الصبح نركب بالسياره نروح نجيب لنا قهوه ونبقى نفرفر بالسياره، فعلي حاط الجزدان مالته او يدور على الجزدان مالته وعباله ناسي بالسياره. لحظه ماتي ماي فلوس. هو البارحه انا وصاحبي طالعين جمع بدنا نفرفر ما ادري شنو، لما رجعنا انا عفت المحفظه انا ما ادري اصور تركتها 100% تركتها بالسياره ما دام المحفظه ما نلقيها بالبيت. المهم طلع الصبح بدي اروح اجيب القهوه بدي ادور على ماتي المحفظه، رحت بالسياره بدي ادور المحفظه دخلت من الباب شوف الماتي كرسي راجع فد نوبلي ورا، انا ما مو دائما اعرف سيارتي كم زعبه يعني اسست كرسي وبعدين اطلع من السياره. المهم دا باب وعده ادور على ماتي المحفظه المحفظه ما موجوده. اوكي زين ممكن يكون بالبيت بس السياره ليش مزعبله؟ فانا قلت هاي راحت المحفظه. انا قلت له ما دام دخلت للسياره وشفت انه السياره مفتوحه تشكمشه بيها ومزعبله وانت تعرف كل زين انه انت ابد ما تعوف سيارتك هيك اكيد احد بالليل داخل سيارته وبايق محفظتك. هم شكلهم واحد هيك مفترين على السياره وحده وحده ويشوفون يا هي مفتوحه المفتوحه يدخلون بيها، فانت شو تسوون؟
دائما قفوا سيارات. يعني هسه هاي صار ازمه مال ماكو شغل وما ادري شنو مال كورونا، الناس قامت شويه تدبر في الشيء منا ومنا. شنو باقي جدوده؟ كلها صغار. عند اكل بوتيتوز. في اليوم الصبح ما تي محفظه باقيت شويه ضايجين. علي صرق ضايج خطيه. بس يلا. بس صدق اصعب شيء واحد ينباغ من عنده، يعني حتى من العالم اي شيء ينباغ من عندهم دائما يقولون بوقوا الفلوس بس عوفوا مثلا اجازه السياقه الكارتات هذول كله صعب. هذا وقت بس يعني روح تعرف تجيب اجازه جديده وبعدين طلع الكارد مال بنوك طول، خاصه هسه ما تقدر تروح للبنك وتنزل ويطلعوا لك واسرع وكل شيء، لا لازم كليته على التليفون تخابر تحاول تنسى لو لا متى تقدر. هو اليوم صار الصبح شلون هسه؟ يعني ما صار اليوم. أنا إذا أقول له الحمد لله إنه صارت بالجزدان ولسه واحد ياخذ حذره. ولو الباب كان مخفف كان ما صار شيء، بس أنا إني نسيت الباب يعني هسه. ولا عمري أنسى الباب يعني، بس هاي ما شلون صار نسيت. علي الأكل كلش سبايسي. يس. It's so spicy guys. طبعاً هنا أنا بأمريكا دا يقولون هاي الأسبوعين الجاية راح تكون خرافية، يعني عالم لازم تدير بالها. يعني راح نشوف تصاعد بأعداد الكيسز مع الفيروس. وين سمعتيها؟ السبيتش مع ترامب، كل يوم الصبح ترامب يطلع ويحكي سبيتش ويحكي، فهو واللي وياه يقولون الأسبوعين الجاي راح نشوف أرقام كلش عالية. جايز شفتي راح توقع والله حار كلش صغير بديش أبعد هاش قدوتها ها شنو؟ كل هالشغل على ما ناكل بس هيد. صدق بس تعرف اني شنو؟ اني ما اشتهيلي اني شبعني، اشتهيلي اني ونس بالاكل. كاي طبعا ما تتخيلون شلون دا اقضي وقتي بالبيت، لان اني اطلع الصبح اركض مثل ما شوفتكم وراها خلاص ابقى بالبيت كل شيء ما اسوي، انظف، اعزل، اسوي اظافيري ورا يومين يتخربطون وارجع اسويهم مره ثانيه. مقضيتك كلها تيك توك صح يعني. اليوم البارحة قبل ما سويت تيك توك، بس اليوم كلش كوما لان حاطة مكياج في عينه. انت ليش ما تلبس شفيات؟ اسهل لك؟ انا احس بالشفيات اسهل لي لان قوي جرحني. هو صح يجرحني طبعا جرحني. جايز كوما من عندكم لحد هسه يسالوني ثريا اهلك وين؟ واني مجاوبتكم بالفيديوهات، سويت فيديو اسئله واجوبه قبل وجاوبتكم قلت لكم انه ابويا بالعراق وامي الله يرحمها متوفيه، فلذلك انا عايشه بس ويا علي واختي تدرس فما عايشه ويانا. احنا عايشين لحالنا. جايز طبعا ما اعرف شنو اصور لكم بصراحه، يعني انا بالبيت 24 ساعه وانتم هم كل حالكم من حالي. ما اعرف شنو اصور لكم. كلش حاره يا جماعه. حاله مو والله لان اقعد الصبح يعني روتيني الصباحي شفت لكم اياه، رياضتي شفتوها، طبيعه اكلي شفتوها، طبخاتي كلش قليل اسوي طبخات، اسوي مطبخ ثريا مثلا لان الشيء الوحيد اللي اسويه هو ارتب انظف واطبخ، ارتب انظف اطبخ، ارتب انظف اطبخ. صفت نص ساعه اجوع. نص ساعه. انت بعد اي دا ياكل وجوعان. علي طريق منين؟ أنا تطنيها بس أني دكتور. جايز ما كل يوم تقام ينزل هنا. أكيد كل يوم تقام ينزل. والله والله. بعض أخيرا. طبعا هذا الأكل يخلي الإنسان يكون حار. يحتار من الحرارة. شفايفي صار نفخ والله شوفهم بعد شفايف علي شلون صارت بها نبض والله دحشة اي لان كلش حار والله يا جماعة ضوجة افلام ماكو ليش؟ انا صراحة لحد هسه ما ضاجة بس عاجبني اطلع يعني عاجبني من احط مكياج واطلع عاجبني حتى لو قبل كنت اقول ملل ما اريد اطلع هسه جيبولي طلعه وشوفوا من يقول لا بس جيبولي طلعه وشوفوا من يقول لا صحي صحيح لزقي بس علي يطلع من باب بيت علي وين رايح علي وين رايح علي
ورايح. أنا صراحة ورا ما أسأل أحس إنه ترى يبو صارت تسألك وشو هاي، بس أنا يعني أكمل الموضوع لأن بس أريد أعرف يعني أجي وياك ممكن بس أقعد بالسيارة باع الزبد 5 باوند. أليس شلون ننظف؟ باع هذا نشب المي هذا بعدين نحط هذا فوقه. يلا روح شب المي وتعال نعطي هذا أول حالة تنظيف هسه لأن وبعدين أنا أمسح كل شيء. ما لازم تنظف؟ إيه أوقف هناك بالسين أنا أغسل. بعد هذول شيل كل شيء عن الميز وخلي أمسحه. هسه راح أمسح الميز لأن صار ملاعيب الميز كله وسخ صار. طبعاً دا أشوفك بالمراية. أنا لا أتوقع. جايز أشوفون علي أنا. أنا علي. قلهم باي من هناك. باي شلي. That's it guys. مثل ما شفتوا خلص الفيديو ويانا وأنا بصراحة كل شوي تونست وياكم. أكلنا، اتخمنا، ترسنا بطننا وسوينا وياكم شوية مكبانج ستوري تايم. أتمنى عجبكم هذا الفيديو وإذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون ثمزة وطبعاً ما بقى شيء وأوصل 100,000 متابع. Thank you guys so 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 much. والله كل شوي أحبكم ولا تنسون دير بالكم على نفسكم من كل النواحي مو بس صحياً من كل النواحي دير بالكم على نفسكم. That's it guys. إذا عندكم أي أسئلة أي تعليق لا تنسون تكتبوهم بالكومنت سكشن جوا وأنا أحبكم كلش هواية وأشوفكم على المرة الجاية.